أنا تواصلت مع وزارة الخارجية وعرفت أنه بصندوق التنمية الكويتي في أموال موجودة يمكن بشخطة قلم اليوم يؤخذ قرار أنه بنو إهراءات لبنان. نحن عم نطلب هذا الشيء من دولة الكويت لشعب لبنان مش لحكومة لبنان، لأنه هذا خبز الناس وهذا مخزون احتياطي لا يجوز أن يترك بلد عربي ما عنده مخزون استراتيجي. أوضح أنه بناء على الالتزام والإعلان التي قامت به دولة الكويت منذ 3 سنوات، قصدنا من خلال استعمال مقولة بشخطة قلم، وهي عبارة تستعمل في اللغة اللبنانية العامية للدلالة على أن الأمر أو الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة، ولم للحظة كان القصد من استعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية أو القانونية المرعية الإجراء من قبل دولة الكويت أو من قبل دولة لبنان،